العماد يرحم أمك، احسم موضوعنا في الاستراحة. هذول قاعدين ومتحدين مين أفضل حجازي أو الكوري، هيون يقصد حق الهلال. بسرعة بسرعة، لا هم مميزين، لكن أنا طبعا أحترم اللي يقول اللاعب الكوري أو الحجازي. لا، أنا عندي رقم واحد في دورينا كابتن أحمد حجازي، بالتأكيد نجم نادي الاتحاد. أفضل من هيون؟ إيه، لأنه ما شاء الله نجح في طريقة الأربعة 2-3-1 العام الماضي، واليوم يقود كليدر مع نونو بطريقة الثلاثة، فأكيد هو أفضل لاعب موجود في دورينا في هذا الموسم. طيب.